معكم جان البلوشي، انا هني مدرب شورت فيلمز. طبعا انا من اوائل الناس اللي درست هني بالوزاره كايام كان مؤسسه، وحين قمت ادرب، وحاليا عندي جروبات، ثلاث جروبات، مجموعه من الشباب وزعتهم على ثلاث جروبات، راح ان شاء الله ينتجون ثلاث افلام مختلفه خلال فتره اسبوعين. احنا راح نعلمهم ان شلون هم يعرفون ايش قاعد يصير في عالم السينما بشكل عام، في هوليوود او برا، يعني يعرفون الخطوات ويعرفون ويزعون المهام، يعني مثل مصور شو يسوي، سينماتوجرافر شو يسوي، دايركتور شو يسوي، يوزعون الادوار بشكل صح. وبشكل عام يتعلمون، واهم شيء قاعد نعلمهم او مثلا نعطيهم ثقافه التعاون، يعني شلون يتعلمون من بعض وشلون يصيرون فريق عمل. وان شاء الله خلال هالاسبوع، نهايه الاسبوع، راح نشوف الاعمال وان شاء الله نفتخر فيهم ان شاء الله. مشارك في برنامج شورت فيلمز، تعلمنا الإضاءة، الإنتاج، إخراج الفيلم، منها الدور اللي علينا كمصورين، كمخرجين، كمنظمين في جزء من الفيلم القصير اللي احنا بنخرجه، شلون نتعامل مع المجموعات، والفكرة شلون نطبقها في النهاية. We'll be right back.